أهلا بكم أعزائي التلاميذ متتبعي قناة المغراوي المتخصصة في تقديم الدروس والامتحانات والتوجيهات التربوية. سأقدم لكم اليوم درس المنظومة البيئية، مفهومها، أسس توازنها والتعريف بأنواعها. هذا الدرس موجه لمختلف تلاميذ الجدع المشترك الآداب والعلوم عربية وخيار فرنسية، وأيضا موجه لكل من يرغب في الاستفادة. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم بقية الدروس. اعتمدت في شرح هذا الدرس على مجموعة من الصور والرسومات والأشكال التوضيحية لتبسيط الفهم. إذن في هذا الدرس يجب علينا أن نحدد 3 أهداف أساسية. الهدف الأول تحديد مفهوم ومكونات المنظومة البيئية. الهدف الثاني تحديد أسس توازن المنظومة البيئية. الهدف الثالث تحديد أنواع المنظومات البيئية وتوزيعها المجالي. إذن نبدأ بالمكون الأول وهو مفهوم المنظومة البيئية ومكوناتها. إذن المنظومة البيئية هي عبارة عن مجموعة مركبة من عناصر مترابطة ومتفاعلة فيما بينها، وهاته العناصر يمكن تقسيمها إلى عنصرين أساسيين هي المحيا والعشيرة الإحيائي، وبالتالي المنظومة البيئية تساوي المحيا زائد العشيرة الإحيائية، بحيث أن المحيا هو وسط العيش والذي يضم الماء والهواء والتربة والصخور وغيرها، وبالنسبة للعشيرة الإحيائية فتضم جميع الكائنات الحية النباتات والحيوانات والإنسان. بالنسبة لمكونات المنظومة البيئية كما قلنا هي المحيا والعشيرة الإحيائية، أو هي المكونات اللا إحيائية والمكونات الإحيائية، بحيث أن وسط العيش الصخور والتربة هي مكونات لا إحيائية، والنباتات والحيوانات والإنسان هي مكونات إحيائية. إذن المكونات اللا إحيائية توضحها الصورة على اليمين، والتي تضم 3 عناصر أساسية هي الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف المائي، فلا يمكن العيش في مجال آخر خارج هذه المجالات 3، بحيث أن الغلاف الجوي هو الغلاف المحيط بالأرض ويضم أو يتألف ويتكون من مجموعة من الغازات ويحمي الأرض من الشهب والنيازك ويحافظ على الحياة في سطح الأرض. الغلاف المائي يضم جميع المياه في الكرة الأرضية من بحار وبحيرات ومحيطات وأنهار وغيرها، والغلاف الصخري يضم طبقات الكرة الأرضية والتي تتكون من مجموعة من الطبقات من نواة الأرض إلى القشرة الأرضية. إذن المكونات اللا إحيائية 3 مكونات أساسية، وهي التي تشكل وسط العيش. أما بالنسبة للمكونات الإحيائية فتنقسم إلى 3 مكونات حسب وظيفة كل مكون كما توضح الصورة على اليسار، حيث نجد 3 مكونات أساسية وهي المنتجات والمستهلكات والمحللات، وقد فرقنا بين هذه المكونات 3 حسب وظيفتها في المنظومة البيئية، حيث أن المنتجات هي التي تنتج المادة العضوية، والصورة تشير إلى النباتات اليخضورية التي تنتج المادة العضوية، والمستهلكات هي الكائنات الحية التي تشمل الإنسان والحيوان، سواء المستهلك من الدرجة الأولى أو المستهلك من الدرجة الثانية، والمحللات تضم الحشرات والقلاديات وغيرها التي
تعيش في التربة وتقوم بتحليل بقايا المنتجات والمستهلكات. كما تتميز هذه المكونات بالتفاعل والتداخل والترابط المستمر والدائم بين مختلف مكوناتها. وتوضح الصورة أمامكم بعض هذه التفاعلات، فلا يمكن لأحد مكونات المنظومة البيئية أن يعيش منعزلا ومنفردا عن باقي العناصر، فجميع العناصر تتداخل وتتفاعل فيما بينها. فهناك مجموعة من الترابطات توضحها الصورة أمامكم بين مختلف هذه العناصر. أما بالنسبة لتوازن المنظومة البيئية، فالمنظومة البيئية تكتسب استمرارها وتوازنها عن طريق عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو تدفق الطاقة، فلا يمكن للمنظومة البيئية أن تستمر دون تدفق الطاقة. وأيضا تكتسب المنظومة البيئية توازنها بدورة المادة، بحيث أن مجموعة من المواد المكونة للمنظومة البيئية تقوم بمجموعة من الدورات، منها دورة الماء، دورة الكربون، دورة الأكسجين، دورة الأزوت، مجموعة من الدورات. سنقتصر فقط على دورة الماء ودورة الكربون. إذن نبدأ بتدفق الطاقة إلى المنظومة البيئية. يتم تدفق الطاقة إلى المنظومة البيئية عن طريق الإشعاع الشمسي، فالشمس هي تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض والمصدر الرئيسي لاستمرار توازن المنظومة البيئية، حيث أن تدفق الطاقة داخل المنظومة البيئية يحرك مختلف هذه العناصر من الغلاف الجوي إلى الغلاف الصخري. فمن بين الأدوار التي يقوم بها الإشعاع الشمسي على مستوى الغلاف الجوي، يحرك الرياح ويساهم في القيام بالدورة الهوائية. وعلى مستوى الغلاف الإحيائي، فالإشعاع الشمسي يساعد النباتات في قيامها بالتمثيل أو التركيب الضوئي، ويقوم أيضا بتبخير المياه من النباتات عن طريق ما يسمى بعملية النتح. كذلك أيضا يساهم الإشعاع الشمسي على مستوى الغلاف الصخري عن طريق بعد تبخر أو نتح النباتات، تقوم النبتة بجذب المياه من الغلاف الصخري، وبالتالي يساهم في مجموعة من العمليات داخل الغلاف الصخري. والصورة أمامكم توضح نموذجا لتدفق الطاقة داخل المنظومة البيئية ودوره في العمليات التي تتم داخل المنظومة البيئية. فمثلا الشمس تساعد المنتجات التي تتمثل في النباتات اليخضرية في القيام بالتمثيل الضوئي، ثم هذه المنتجات تتغذى عليها المستهلكات من الدرجة واحد، هي الحيوانات العاشبة، وبعد ذلك تتغذى المستهلكات من الدرجة الثانية على المستهلكات من الدرجة واحد، ثم المحللات تقوم بتحليل بقايا النباتات وبقايا المستهلكات من الدرجة واحد والدرجة اثنان وبقايا أيضا الإنسان، من أجل إنتاج المادة المعدنية والمادة العضوية التي تتغذى عليها بقية المنتجات. وبالتالي لولا وجود الشمس وتدفق الطاقة لما تمت مختلف هذه العمليات. العنصر الثاني الذي يحافظ على استمرار التوازن داخل المنظومة البيئية هو دورة المادة، وسنتحدث عن دورتين، دورة الماء ودورة الكربون. بالنسبة لدورة الماء، فالماء يقوم في الطبيعة بدورة. هذه الدورة كما توضح الصورة أمامكم تبدأ بعملية التبخر والنتح، حيث تقوم الشمس بتبخير المياه من المسطحات المائية، بحار، أنهار، بحيرات وغيرها، وكذلك من تبخير المياه من الأشجار عن طريق ما يسمى بالنتح. بعد ذلك يتصاعد بخار الماء،
يتم التكاتف. بعد عملية التكاتف تتشكل السحب التي تعطي تساقطات قد تكون على شكل ثلوج أو برد أو مياه، تستفيد منها تؤدي إلى حدوث جريان سطحي أو باطني تستفيد منه الكائنات الحية، وتستمر الدورة دون توقف. الدورة الثانية هي دورة الكربون، فالكربون يقوم بدورة في الطبيعة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. الكربون يكون في الجو على شكله الغازي كغاز ثاني أكسيد الكربون CO2. هذا الغاز تأخذه الغلاف الغطاء النباتي الأشجار من أجل إنتاج المادة العضوية عن طريق قيام بالتمثيل الضوئي. هذا التمثيل الضوئي الذي يحتاج إلى الشمس والماء والأملاح المعدنية من أجل إنتاج المادة العضوية. وإفراز ثاني أكسيد الكربون يتم عن طريق تنفس النباتات والحيوانات، وكذلك أيضا عن طريق الغازات المصانع والسيارات وغيرها، وأيضا عن طريق الوقود الأحفوري الذي يتم استخراجه من بقايا النباتات والحيوانات. الكربون هذه يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الكربون الذي يتم أخذه وكمية الكربون الذي يتم فقده، لكن المشكلة التي نعاني منها الآن هي أن الكمية التي يتم فقدها أكثر من الكمية التي يتم أخذها، لأنه يتم قطع الأشجار التي تأخذ ثاني أكسيد الكربون لإنتاج المادة العضوية في النهار، وكذلك تزايد حدة التلوث مما يساهم في ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وبالتالي مشكل الاحتباس الحراري. في المحور الأخير سنتحدث عن أنواع المنظومات البيئية وتوزيعها المجالي. بالنسبة لأنواع المنظومات البيئية، فيمكن أن نقسم المنظومات البيئية إلى ثلاث منظومات بيئية كبرى تتوافق مع توزيع المناخات أو النطاقات المناخية الكبرى التي سبق شرحها في درس النطاقات المناخية والغطاء النباتي، بحيث نجد ثلاث منظومات كبرى: المنظومة البيئية الحارة التي تتوافق مع النطاق الحار، والمنظومة البيئية المعتدلة التي تتوافق مع النطاق المعتدل، والمنظومة البيئية الباردة التي تتوافق مع النطاق البارد. وكل منظومة يمكن تقسيمها إلى ثلاث منظومات أساسية تتوافق كل منظومة فيها مع الأقاليم المناخية، بحيث نجد المنظومة البيئية الاستوائية تتوافق مع المناخ الاستوائي، والمنظومة البيئية المدارية، والمنظومة البيئية الصحراوية أو الجافة. وكذلك في النطاق المعتدل نجد المنظومة البيئية المتوسطية، والمنظومة البيئية المحيطية، والمنظومة البيئية القارية. وبالنسبة للنطاق البارد نجد المنظومة البيئية الجبلية والمنظومة منظومة التوندرا ومنظومة الطايجا. والخريطة أمامكم توضح توزيع المنظومات البيئية، بحيث أن هذا التوزيع يتطابق مع توزيع الغطاء المناخات والغطاء النباتي في العالم، بحيث أن كل منظومة من المنظومات البيئية تتوافق مع إقليم مناخي معين كما تشير الخريطة أمامكم. وفي الختام أتمنى أن أكون قد أفدتكم وتكونوا قد استفدتم، وإلى إنجاز درس آخر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم بقية الدروس، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.